واحد ما عارفش ينجم. بالنسبة لي أنا ما نجمش يكون صحافي ولا يكون حاجة إنسان يكتب على روحه. وهذا صارت مشكلة وقتها، حاب يقابلني بسيم رياحي وقال لي لازمك تقابله ولازمك. شنو صحافي معناها؟ هو صحافي، هو زعما صحافي. شنو فما زعما فما صحافي؟ خاطر الصحافي نظيف ما يقولش اعطيني فلوس باش قابل فلان وفلان. هو رئيس جمعيتي نجم انا ندق الباب وغدوه نمشي له، مش بلازم انا نتعدى له على طريق شكون. معناها يطلب منك فلوس باش انت ترجع تترين في النادي الافريقي. وي باش يكتب عليك بالباهي معناها؟ لا لا ما حشيش بيه، لا باش يكتب علي بالباهي، هو خاطر عمر ما كتب علي بالباهي وما حشيش بيه باش يكتب علي بالباهي. خاطر جمهور النادي الافريقي كله يعرف الانسان هذا شكونه؟ ما ربي يهدي، هو يعرف روحه، كان يسمع فيا تو يعرف روحه. خاطر ريت نحكي لك حاجه، تمركة بيناتي العاطف وقتها الدور على الجمهور، والبيريود هذيك جمهور ما نحكي لكش معناها، حتى تقول له صباح خير صباح يشوف في شيطان. يكتب ولا راديو ولا لا يكتب؟ وصل لا يكتب. بون اللي معروفين يكتب على الكلام العابي تقصد؟ يكتب. ما قلت لك ما نحبش نجبد الاسامي انا. وصل كتب علي خذ بيناتي نقبلوا عاطف، حارس الازمات وحارس اللي بيه وحارس اللي عليه. وصل معناه كره الجمهور فيا، مش الجمهور الكل، في فما فئه تقرا جرايد وفئه تقرا فيسبوك. وصل معناها بالحق عمل علي حمله البيرود هذيك اللي عباد ولات ماذا به غير ما اشوف وجهي وقتها وكهو. بالحق ويمكن وقتها سايبني كي صارت المشكلة نتاع وقت صارت المشكلة الاكسيدون اللي صار لي وقتها. ما عادش حتى ما حبيش يعطيه فلوس معناها؟ ليه وقتها مش معاش معناها نحاني من راسه ومشي على روحه. يقول لك خويا رو بطل الكورة ضربت وذيك تو تبطلوا في الكورة ولا تو يبطل. بلاكش يبطل خاطر هو ما عادش يكتب. ينجم يكون ولا هو ما عادش يكتب. ما عادش يكتب. ينجم يكون. عندك برشا ما نقراش الشروق. ليه ما نقراش الشروق ما نقراش جرايد جملة أنا. بالحق ما نقراش جرايد علاش؟ خاطر كان مش تقرا جرايد وتتبع كلام الجرايد باش تتعب انت. انت خويا كيما تحمل كيما اليوم يكتب عليك هو بالباهي ولا يكتب عليك بالباهي يولي على الصحافي غدو يكتب عليك بالخايب. كيما تقبل النقد كيما تقبل العباد اللي تشكر فيك. مي كي واحد يشدك كل يوم تك تك وانت عاطف بيه حارس الازمات حارس الهكل حارس هكا حارس مزاد ما واحد تبدا ساعات تشك في روحك تقول بالكش انا البونتو هذا مني. وصلت بالحق ندخل كل ماتش نولي نقول زعما عاد في البونتو هذا منك انت علاش عملت هكا. معناها وصل بالحق شككني في روحي. ربي يهدي.